الجمعة الجمعة يا رب خليكي يا وفدي يا ست الحبايب. مش عندها قدرة إن هي تثبت الزبطة وتخدم الحبيبة. أمك ماتت قبل ما نعرف. لسه لو أنت طيب. حب من اول حياتي وهم وهم اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش فيه امي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده مش الجمعه يا اولاد، بتبخري ليه يا نشوى؟ عشان النهارده برضو عيد. عشان النهارده برضو عيد. عيد ايه النهارده؟ عيد الام. كل سنه وانتم بخير، وكل سنه وانتم بسعاده، كل سنه وكل ام بسعاده وبصحه وبهنا، والله يرحم كل امهاتنا اللي توفت وربنا يعوضنا خير، وكل سنه وانتم كلكم بخير وبصحه وسعاده. هتقولوا لي يا نشوى لا مفيش عيد ام، لا مش عارف. احنا بنحب بنتلكك نفرح امهاتنا، احنا بنتلكك نراضي الناس، احنا بنتلكك نعيش اي فرحه، احنا بنتلكك نفرح اي حد، ملناش دعوه بقى يعني هو ايه او مش ايه، احنا بنحب نفرح كل الناس وبنحب نفرح. احب اشوف هديه من بنتي، احب ادي هديه لامي. كل سنه وكل ام بخير وبسعاده وبهنا. ماشي، هتعملي ايه النهارده يا نشوى؟ مش انت امك ماتت يا بنتي؟ عيد ام ايه اللي انت جايه تحتفليه؟ ايوه انا امي ماتت، بس انا ربنا عوضني بست امهات. لا هما مش ست امهات عايشين جنبي، بس ربنا عوضني بامهات كتير 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 بيتفرجوا عليا وبيحبوني. كل سنه وانتي طيبه يا امي، وكل سنه وانتي بخير وصحه وسعاده، وكل ام بتتفرج عليا والله العظيم انا بحبك، واللي مش بتتفرج عليا كل ام برضو انا بحبك. كل سنه وكل امهاتي بصحه وسعاده وستر وهنا. النهارده بقى انا عايزه اعمل مش احتفال، احتفال بسيط كده صغنطوط على قدي. جمعت كل امهاتي حبايبي اخواتي واخوات علي، هما كلهم اخواتي الكبار لان انا اصغر واحده فيهم، يعني انا اصغر واحده في اخوات علي في اخواتي، واصغر واحده في اخوات علي، فبالنسبه لي هما يعني امهاتي. اخواتي من يوم ما انا مامتي توفت وانا كل عيد ام بحاول اجيب لهم هديه بسيطه رمزيه، حاجه ولا اي حاجه، بس المهم تفرح ان انت فاكره ان انت ليكي ام. دي حاجه. الحاجه الثانيه، اخوات علي من بعد ما مامتي توفت وانا كنت بدي هديه لامه وخلاص الله يرحمها، بقى خدت اديتهم الرايه اللي هم هي مكان امهم يعني. كل سنه وكل الامهات بخير. بصوا الستة اللي انا بعتها لهم دول بولادهم هيصة هيصة، ولما في واحدة فيهم اعتذرت لان هي مكانتش تعرف يعني وهتيجي يوم تاني وجايبة لها هديتها برضو. الخمسة بقى اللي جايين مش كلهم عارفين ان انا جايباهم عشان عيد ام، في اللي قلت لهم انها تعبانة، وفي اللي قلت لهم ان انا عايزاك ضروري وايه عملتي تمويه، وفي اللي عارف لان في ما بقدرش اخبي عليهم. يعني انا ممكن اضحك على اخوات علي، اخوات علي طيبين زيادة واخواتي طيبين برضو، بس اخوات علي اعرف اكذب عليهم اللي هم تعالي يا امل اصل انا عايزاك، اصل انا تعبانه امل يعني تيجي تجري. اميره برضو جايه على سنها تعبانه، حنان ما تعرفش ان هي جايه ليه، تعالي حنان اجت دي اخوات علي. اخواتي بقى ما عرفتش اخبي، قلت تعالي قالوا لي في ايه، وانا اول من اول بعد اول الم بعترف، انا بعترف بعد اول الم. فالمهم بقى نحتفل بقى احتفال بسيط كده، كل سنه وانتم طيبين وكل امي بصحه وسعاده وستر وهنا. عايزه اقول لكم الاحتفال بدا من هنا، نانو خلاص نزلت جابت، بصوا دي الكاميرا، نانو جايبه الحاجات اهي وطالعه، جابت بقى التورتايات بقى والحاجات وكده، دي الكاميرا. قلت الاحتفال بدا من هنا، بعت جبت تورته وكده، بس بتاع الدليفري وقف على اول الشارع ما عرفش يخش الشارع التاني لان كان داخل بعربيه، فنانو بقى جابت التورته. تعالوا اوريها لكم، انا هوريكم التورته، بس ما حدش يحكي لاخواتي ان احنا عاملين احتفال، وما حدش يقول لهم ان احنا عندنا تورته. يلا يا نانو اطلعي بسرعة، شطورة 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 يا اختي، كمينة يا اختي، ايه ده بقى؟ تعالوا، هو جاب لنا ليه اطباق وشوك؟ هو انا مش فرحتي. تعالوا نطلع الحاجة سوا. تعالوا بسم الله، حطي البخور ده بعيد عشان ما يشمش ريحة التورتة، بشويش حطي حتة بخور يا نانو زيادة. تعالوا جوزي دي على شكل عروسة،
عشان كل ام وهي عروسه، كل ام وعروسه. بصوا هاتيها كده على شكل عروسه على شكل فانوس، على فكره دي الكبيره. ماما انا هاخد دماغها. ماشي تعالوا بقى ندخلها المطبخ كده. شطوره يا نيلة شطوره. السكينه بتاعت عيد الام بقى. عايز محلي الفلوس لازم اطلعها. ايوه ده حامي قوي يا نانو السكينه دي. زغنطوطه دي زغنطوطه زغنطوطه. لا مش زغنطوطه قوي يعني. شيل يا نانو الكراتين بقى شوكولاته عشان انا وعادي. لكن دي بقى دي باللوتس. بصوا دي شوكولاته ولوتس وفاكهه برضو. نطلعها. بصوا الجمال حلوين. كل ام وهي بخير وسعاده وهنا. نبعد بقى نجيب بيبسي بقى ونهيص بقى ونهيص. ده باللوتس. لوتس لوتس يعني مش اي كلام. حطها في التلاجة عمال ما يجوا ويلا بينا. شوفوا يا جماعة ماما بذوقها حاطة كده كده ليه؟ هي أصلا مين اللي بيقول لماما ذوقها حلو؟ لا غلط. أنا ذوقي وحش. نانو دايما معترضة على وضع السفرة بهذا المنظر. نانو ما بتحبش المنظر ده. نانو عايزة توديه مكان تاني. يا حرة وريه. باي. لا اول زبونه تجي لنا حنان. ازيك يا حنان؟ كنت عاملين على الغدا كويس. ازيك يا هاجر؟ انا عيانه يا هاجر. عامله ايه؟ تعالوا الحقوني ودوني المستشفى. انتوا طيبين. ودوني المستشفى. عيانه عيانه دايخه دايخه. صلبطه؟ دايخه يا حنان انت فين؟ دايخه ولا بتصلبطه؟ لا دايخه. يعني يبقى حامل. مبروك يا نجم. خش حنان. خش يا حنان لسه لسه. انت عايزه ماما ليه؟ لسه فيسبوك. حلاوتك يا جمالتك كده مش صغيرين. الحلويات دي ازيك يا علي؟ كل سنه وانت طيب. ازيك يا بنتي يا امل؟ عامله ازيك الحلوه دي يا امل؟ الجمال والشياكه دي. حسب اللي بتاع يوسف. ايه القطعه دي؟ ايه القطعه دي؟ امل معاكي تليفون؟ رن بس تليفون. معايا بس مش راسي. رن على علي. اخدنا ايه؟ تليفون معاكي. تليفون ايه؟ والله انت واخدها. ما تحلفيش بالله. انا هاخد. انا هاخد من جابي. بقيت جاي امل اللي تتسرق. انا بس اللي اتسرق. انما امل ما تتسرقش. بقيت جاي تسرقيني في بيتي. جاي تسرقيني في بيتي يا امل. يعني ايه حاجه جديده عليكي؟ هو انا حراميه من زمان؟ من قديم. طب وبعدين ايه حراميه؟ اللي ياخد حاجه ياخدها كده.
كانت باينه وانا مخبيه. ما هو اللي انت مخرجه ده تتباع كده. في جزء ايه لسه في جزء تاني مش عارفه اقول لهم انا اللي عايزه افاجئكم ان انا لمكم النهارده وجمعكم عشان احنا لمكم النهارده يا اولاد عشان هنوزع ورثه ابوكم. اسمع يا هاجر انا لا ممكن النهارده عشان ابوك الله يرحمه كان عليه 20,000 جنيه. استنى عليك وكل واحده منكم جه عليها 5. لا خلاص انا مروح الحمد لله ان هو ما هوش ابويا. حماكي جاب لك جوزك هتدفع كام؟ انا ما اعرفوش. تعرفش من ابويا؟ عليه فلوس؟ مين؟ ده سبب معرفتنا بك ايه؟ ابوكي لو كان بيحبني ما كانش مات، هو شافني مات. والنبي حل منطق. ما تدفعلوش فلوس. حسب ما كذب. ما تدفعلوش فلوس، ادفع له فلوس لبقى. قليانة هي في العالة دي. ها؟ قليانة هي في العالة. ادفع له فلوس لبقى هو سابني وخلع، انتوا ادفعوا. لف لف من جنب. دكتور أميرة. أميرة مش أميرة، أميرة. بصوا انا طالبه مش طالبه. ماشي دي رؤى. طالبه مش طالبه. جابت لي ماما طالبه اوردر. والله ما يحصل. بس بعد الام اللي شويه الله الله. امتى هتاكلوا ايه يا امير؟ ما حدش يقول لي انت تاكلي ايه. انا كنت عارفه انت عايزه تعملي طبسي. نعم حلو قوي. دي اكل دي عندي نشوه احسن من الفراخ والفرخ. احنا مش معارف. حلو قوي. طب اقعد 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 على التكو. قلت لها معلش 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 والله بس يا امي انت جدعه قوي. انت ما جبتيش رز في الوقت جاي نايم. يعمل نشوه يا نشوه عامله سبانخ. ده الف هنا يا امل تنزل السبانخ عليك. اتفرج على اللي هيحصل لك بقى يا امل. ده الف هنا يا امل. ده بابا انت غسلان. ربنا يرزقك. اصل هي نشوه يا جماعه بتاكل الحاجات دي من غير ما تغسلها. ده هم عارفين. مبارك. هم نازل شويه لهم يا عم. طيبه يا اميره. انا جبت لكم مين اللي جاب لي؟ حلوه قوي يا اميره قوي قوي. بس مش عشان اعمل لهم الندوه دي هم الثلاثه ابن اخواتك يحضروا. بصوا يا اميره يا يا هاجر يا اميره. يا حنان استنى يا اميره ما تعرفش انا جايبكم النهارده يا اميره بخصوص الورث. بنتي يا امل دكتني انا سامعاك يا اميره. جايبكم النهارده بخصوص الورث. ها ابوك طلع ابوك الله يرحمه كان عليه 100,000 جنيه. هما بيزيدوا طبعا. ايوه كويس. شوفوا ازازه الزيت بكام النهارده كده. خلاص يا اميره يا شيخه ما جبتش وشي كده. صدقيني انا مش هكذب عليكي. قلت ايه؟ جاي على ابوك ابوك على 120,000 جنيه. ابويا لا ده كله يا ابويا ما كانش المبلغ ده اصلا. احنا اول ما جانا كانوا 20. والله والله اشتغل انت ولا يهمك. ابوكوا عليه ابوكوا ما عرفوش يعمل امي. انا ابوكوا بطل. يلا يلا هتدينا الورث بتاعنا بقى كفايه عليكوا كده. ورث مين يا ابني؟ المفروض الاب يموت الورث يتقسم على طول. نشوه دي بقى 21 سنه نشوه دي يعني. امك ما كنتش بحبها تجيلنا. والله يعني انت ايام امي ما كنتش بتحب نشوه الجيل. ايوه والله كنت بقول الشجر بتاعنا واميره. يا ماما امي طلعت تطبخ ايه نشوه؟ رز وفول. رز وفول. رز وفول. رز وفول. واميره تتنطط وتشتم فيا تقول لي او كانت هم على بقى محمد امهم كانت تقول لي تاكل ايه نشوه؟ اقول لها اكل رز وفول. دي تقول لي حرام عليك بقى سحقتينا في الرز وفول. رز وعدس ويكون سايق. الله كانت امهم لما تطبخ رز وعدس. مره بجد امي ما ينفعش تطبخي. كنت اعمل ايه بقى؟ كنت استنى لما تخرج واقوم حاطه شويه ميه من وراها عشان يبقى رز وعدس يعجن. ام حبيبتي ربنا يرحمها يا رب. ما هو انا بقى لما يرحمها ماتت ربنا ابتلاني بالثلاثه دول. اعمل ايه؟ والله بتقولي ما ابتلانا بيك ايه؟ ازيك يا نوسه؟ عامل ايه؟ يعني كل اللي انت بتسمعينه اه مش قاعدين. بس نوسه اول مره تخرج جايه لي. يا مفروض ما تخرجش. خدي يا ندى. الشراب اتقال عليا يا جماعه لسه ساعه. الشراب اتقال. انتوا تعالى ندى وريهم الخدود. ندى انتوا مجانين. الشراب اتقال. مش هنخش. مش مهم الشراب. مش مهم الشراب. تعالى تعالى ما تجيبش الشراب من تحت. ما تجيبش. مش مهم الشراب يا اختي. الموزه بتاعتي. ندى وريهم الخدود يا ندى. يا اختي ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟
الجمال والشياكة دي بس صح؟ فظيع 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 والله العظيم تحفة 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 يا اختي قمر يا اختي. دخلت بأحرج بأحرج؟ حدودي بس الحمد لله ازيك يا ندم؟ مش منورة والله. بصوا يا جماعة ساعة بس اختي تطلع ساعة غير نوع المعسل ده يا مش قادرة خلاص الكاميرا مش شغال. ضع ضع يت ولا ده ايه؟ لا لا يوم تعلمني انت بتخمس في وش يعني مين احسدك؟ انا خايفه من عالم استخبيتك يا ابن حرام عليك في الوقت يا جماعه احنا النشوه طالبه حاجات والحاجه ما جاتش. الحاجه ما جاتش بس انتوا نورتونا والله يعني. الحاجه ما جاتش انا هجيب لك هديه يا بخله ده انت تموتي فيها. انا هجيب لك تقول لي اقول لها ده انا خالتك تقول لا انت اللي تجيبي لي هديه. الرفيع بيجيب لك تخيل انت خسيتي خلاص انت اللي تجيبي لي يا بنت ده انت لسه مصليه يعني مش استنى انت لسه مصليه. اختي اللي تعب بنت اختي اللي تعبانه اول مره تخرج ونازله على عينها وانا صممت ان هي تيجي والله المفروض ما كانتش تخرج وهتروح على عينها برضه وهتروح تقول لي النازله دي مش ببلاش انت لازم تجيبي لي هديه. يا جماعه انا خالتكم المفروض تجيبوا لي. انت الارفع احنا ليه يا علي المشكله ان الهدايا اللي انا جايباها ما جتش. هو السقف بيخر يا نرمين ما تيجي سماعه مين ما تيجي الهدايا. ايه ده القناعه دي استنى بس. لا 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 هي مش كده. هي عايزه نبصي نرمين قالت لي ما تجيبيلناش هدايا وشوفي الديكور مش انا بقول مش حاجه يا علي يعني انا اخدك البيت انا جايب مراتي. بتقول انت بتقول انت مخبى اخواتك وجايبني انا ده هو كان وقت بيقسموا الورث برضه مفيش حد. يلا يا حاجه نشوى نشوى كمل. استنى 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 اسمع يا جماعه انا جايبه لكم ازدهار ب 500 جنيه. قلت لها يا جماعه انا حاسس توتي يلا اداها اسمع بعض الهدايا. الهدايا دي انا شارياها من عندي. مين الهدايا بتاعت اخواتي انا شارياها. الهدايا انا شارياها مش جايه لي هديه انا شارياها من جروب مسكي ستور.
حبيبتي طيب. مش معنى دول ما بيبصوش لها. انت بتدوم لنا وانت عند الباب. هنبوسك ازاي؟ عبال ما تفرح الدنيا يا رب. مش جايبك يا مرام التفير. كانت اختي الثالثه بس هي ايه مش موجوده فانا طلعتها لها. هي دي كانت جايه لي من سنه لحالتي بس هي طلعت واسعه عليا فاختي مكلبزه سنه صغنطوطه عني فهتاخدها. بس عايز اقول لكم دي بقى خامه وقماشه وسعر وكل حاجه. ففي هنا ناس غضبوا دلوقتي بقى يضطروا ان احنا نقطعها نقسمها بينهم مفيش حل تاني. فبقول نسيها طيب انت مش هتيجي بس مش هتيجي صح؟ هتيجي؟ ماشي عارف مش عارف. اشوي
ويسيبوني في حالي. اهو ده بقى. قولي يا نلمي. والله العظيم بصوا عايز اقول لكم ان انا اكلتهم طبق التمر عشان تعرفوا. خدي خدي راح فين؟ هجيب انا الحبات، تعرفي مكان الحبان فين؟ في المطبخ. ما هوش في المطبخ، انا عايزه الحبان في حته ثانيه. سبحان الله طالما اجيب لي حبات. خدي كده خدي يا نلمي. طويل عمرك. ده والله ما جبتي. لا هو دي اخدت النوع في ايدها. تعالي يا ولاد. بصوا بقى بصوا بصوا بصوا. لا انت ما تديني البتاع دي من الحلقه خدتك نوها دي. دي يعني يبقى شوف المنظر عامل ازاي، تحس ان هي بتعبى قليلين. اقول لي ايه بقى انا؟ اقول ايه؟ ما انت طبعا مش هتقراها عجب، مش هتقولك بس كفايه. كفايه بقى ده سيبك. قلت له بنتك يا حاج. بصوا بقى بعد اليوم الجميل ده الحلو ده، فانا قلت ايه؟ يعني هو علي عارفه انت اللي هو اكرمني 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 طبعا يعني وعمل معانا واجب جامد، فقلنا نكمل عليه خالص وياخدني يعشيني بره او نجيب عشا من بره مش عارفين. لو لقينا هنجيب عشا من بره، لو لقينا مطعم فاتح حلو احنا بينا خلاص متاخر جدا، اخواتي روحهم واخوات علي روحهم، فقلت بقى ايه ناخد نتعشى بره انا وعلي، يعني نحتفل بقى بعيد الام اكن ام وعادي عادي. المهم بقى يتعشى بره انا وعلي يا يجيب لي عشا. نشوف احنا هنعمل ايه؟ تغطي لايك لو مش مشتركه في القناه اشتركي. حلوه كده حلوين وانا خارجه اسهر بره كده تحس ان انا معلم. يلا تغطي لايك ولو مش مشتركه في القناه اشتركي وفعل الجرس.